أكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد أن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي أصبح بمثابة منصة للأطباء الأفارقة للحديث واستعراض القضايا التي تهم القارة ودور مصر في التعاون مع كافة الدول الإفريقية، ذلك لتحقيق الأفضل للجميع. جاء ذلك خلال إصدار النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض من بيانها الختامي، متضمنا عددا من التوصيات للنهوض بمنظومة الصحة في القارة الإفريقية. ووجه المشاركون من الخبراء والأطباء الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع المؤتمر وجميع فعالياته تحت رعايته، فضلا عن التأكيد على الالتزام بتحقيق تطلعات أجندة إفريقيا 2063 وما تضمنته من حصول المواطنين على خدمات رعاية صحية.